السلام عليكم. This is بلاكينما. في المقطعين السابقين قدرنا نشغل العاب بلاي ستيشن 1 والعاب بلاي ستيشن 2، واليوم جاء الدور على كيفيه تشغيل العاب بلاي ستيشن 3. الطريقه سهله، لكن زي ما تعرفون ان العاب بلاي ستيشن 3 شويه ثقيله، فركزوا معي خطوه بخطوه، واذا واجهتم اي مشكله لا تتردد واكتبها في التعليقات وان شاء الله راح نحلها مع بعض. لكن قبل ما نبدا، يا ليت اللي مو مشترك بالقناه يشترك ويفعل زر الجرس لكل جديد، ويلا نبدا. في الخطوة الأولى نروح للموقع الرسمي للمحاكي، راح أحط لكم الرابط في خانة الوصف أسفل الفيديو. من الموقع الرسمي نروح إلى صفحة التحميل، ننزل إلى منتصف الصفحة، هنا نختار نسخة المحاكي على حسب نوع نظام الجهاز. أنا جهازي ويندوز، فأضغط على تحميل نسخة ويندوز، راح يبدأ التحميل المباشر. أنتظر إلى أن يكمل التحميل. بعد ما اكتمل التحميل أفتح ملف التحميلات، راح أنقل المحاكي إلى سطح المكتب. زي ما أنتم شايفين الملف مضغوط، فلازم إني أفك الضغط. ممكن تستخدم برنامج الوينرار أو برنامج السيفنزيب. أضغط على استخراج في ملف، أختار وين أبغى أحفظ الملف وأضغط على موافق. هذا هو الملف بعد فك الضغط. عشان أحفظ المساحة راح أحذف الملف المضغوط. عشان يشتغل المحاكي راح نحتاج ملف التحديثات. تدخل على الرابط الثاني الموجود في خانة الوصف أسفل الفيديو. حاليا أجل التحديث هو 4.89، أضغط على التحميل. أضغط على النقاط الثلاث هذه واختار على الاحتفاظ. نضغط على الاحتفاظ على أي حال، راح يبدأ التحميل. التحميل راح ياخذ وقت. أنا عندي الملف موجود، بعد ما يتحمل عندك راح أقص أو أنسخ الملف وأفتح ملف المحاكي وألصقه داخل الملف. الآن ملف المحاكي جاهز، راح نفتح المحاكي، نضغط ضغطتين على هذه الأيقونة، هذه أيقونة المحاكي، راح يفتح عند المحاكي. الآن جاتني صفحة ترحيبية، أضغط على صح هنا وصح هنا وأضغط على استمرار. هذه هي واجهة المحاكي. الآن راح نثبت التحديثات اللي حملناها، فنروح على ملف ونضغط على تثبيت التحديثات واختار المكان اللي حطينا التحديثات فيه وأضغط على فتح. الآن بدأ المحاكي يثبت التحديثات، انتظر إلى أن يكمل. بعد ما انتهى من التثبيت جاتني هذه الرسالة انه تم التثبيت بنجاح، فأضغط على موافق. زي ما انتم شايفين طلعت لي هذه الصفحة، لانه اول مرة افتح المحاكي في الجهاز راح ياخذ وقت في تثبيت بعض الملفات، فأخلي المحاكي لين يكمل التثبيت. بعد ما اكتمل تثبيت الملفات المحاكي صار جاهز. الان راح نضيف الالعاب. اروح على ملف وأضغط على إضافة الألعاب، أختار وين أنا حفظت ألعاب بلايستيشن 3. ممكن تختار كل لعبة لحالها أو إنك تحدد المجلد كامل وتضغط على اختيار المجلد. زي ما أنتم شايفين أضيفت عندي الألعاب الموجودة داخل المجلد. الآن راح نضبط الجوستيك، تضغط على هذه الأيقونة، أيقونة الجوستيك، راح تجيك هذه الصفحة. الآن المحاكي يشتغل بالكيبورد، لكن نحن راح نغير عشان نلعب بالجوستيك. الاختيار الثاني هو بالكيبورد، الاختيار الثالث ليد تحكم بلايستيشن 3، والاختيار الرابع ليد بلايستيشن 4، وهذا الخيار ليد الاكس بوكس، لكن انا استخدم جوستيك اليو اس بي فاختار على هذا الخيار. الان تغيرت عندي الازرار، ممكن اني اختبر الجوستيك. زي ما انتم شايفين اليد شغالة. بعد ما تأكدت ان الجوستيك شغال اضغط على حفظ. الآن راح نضبط الإعدادات الأساسية للمحاكي. نروح على قائمة الإعدادات وأضغط على وحدة المعالج، هذه أخليها زي ما هي. بعدها نروح لخيار الـ GPU، من هنا نغير عرض الرسومات. أنا حاليا عندي OpenGL، طبعا الأفضل هو الفولكان، لكن للأسف كرت الشاشة اللي أستخدمه حاليا ما يدعم الفولكان. في خانة الوصف راح أحط لكم رابط لمقطع كيف راح تثبت الفولكان.
طبعا اذا كانت كرت الشاشه حقك يدعم الفولكان الافضل انك تستخدم الفولكان للمحاكي. بعدها نروح للمحاكي واحط صح هنا عشان اول ما اشغل اللعبه يصير تشتغل على الشاشه الكامله واضغط على حفظ. الان راح نضبط اعدادات اللعبه. اروح على اللعبه، مثلا عندي لعبه باتمان هنا، اضغط على زر الفار الايمن واختار على انشاء اعدادات مخصصه. راح تجيك هذه الصفحه. عشان اعرف اعدادات الافضل للعبه ارجع للموقع الرسمي للمحاكي واروح الى صفحه التوافق. ننزل من هنا، تقدر تكتب اسم اللعبة أو تختار الحرف الأول للعبة. راح تطلع لي قوائم الألعاب اللي تبدأ بحرف البي. هذه هي اللعبة، لعبة باتمان. هنا كاتب لي إن اللعبة شغالة على المحاكي، أضغط على اللعبة. على هذه الصفحة راح تجيك الإعدادات الأفضل للعبة. مثلا في الاعدادات الجي بي يو ارجع للمحاكي واروح على اعدادات الجي بي يو. هنا اختار التباين، اخليه مثل الموجود في الموقع، اخليه تلقائي. وهنا عندي الاعدادات المتقدمة، هنا جايب لي اعداد يقول لي اخليه اون يعني افعله، راح يصلح لي الرسومات المتعطلة. فارجع للمحاكي واروح على الاعدادات المتقدمة واخلي هذا الخيار مفعل واضغط على التطبيق. زي ما انتم شايفين راح تطلع لي هذه العلامة الصغيرة انه تم التعديل على اعدادات اللعبة. ممكن ارجع الى نفس الصفحة واشوف اذا في اعدادات اقدر اضيفها او اقدر اغيرها. خلاص اعدادات الجي بي يو تمام. الان اقدر ارجع للمحاكي واضغط على اغلاق. الآن الإعدادات جاهزة، أقدر أشغل اللعبة. أضغط بزر الفار الأيمن وأختار على تشغيل اللعبة بالإعدادات اللي نحن عدلناها، راح تشتغل عندي اللعبة. بما أنه أول مرة أشغل اللعبة راح تتحمل عندي ملفات اللعبة، فانتظر إلى أن يتم التحميل. الصراحة راح ياخذ وقت، فالأفضل أنك تروح تضبط لك شاي، تسوي لك أي شيء، خلي الجهاز ياخذ راحته وارجع له بعد ما يكمل. زي ما انتم شايفين اشتغلت عندي اللعبة. ممكن راح تلاحظوا في تقطعات لاني قاعد اصور الشاشة فصار ضغط على الجهاز. زي ما انتم شايفين اللعبة شغالة عندي وكل شيء تمام. وعلى كذا يكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسى تضغط على زر الاعجاب اذا عجبك الفيديو وافادك، وتشترك بالقناة عشان توصلك مثل هذا المقاطع اول باول، وياليت تنشر هذا المقطع بين اصحابك. واذا عندك اي سؤال ممكن تتركه في خانة الوصف اسفل الفيديو. وفي امان الله.